مطعم بيروفي يقدم وجبة الدجاج المبهرة على الطريقة البيروفية، وهي وجبة مشهورة في دولة البيرو، ثاني أكبر دولة في جنوب أمريكا، المميزة بالبهارات النادرة. طبعاً هي وجبة صحية ومتكاملة. I love to discover some new food, so I wish a lot of people will come to try this Peruvian food, and I am sure they will come back. ما في شبيه بالطريقة اللي يقدمها والصوص، especially في الصوص. صراحة أعشق التيست والمذاق اللي بيقدموه. أنا في البداية ما كنت أعرف إذا كان هو فرنشايز أو كان مطعم محلي، بس عرفت مؤخراً إنه هو فرنشايز. وبصراحة الكواليتي اللي بيقدمه والخدمة اللي بيقدمها والطريقة التقديم بيقدمها بشكل رائع. التيست والكواليتي حق الأكل والأوبريشن مانوال مرة ممتاز ما شاء الله. يعني الفكرة إنه لما آكل اليوم وبعد شهر أجي آكل نفس التيست، فهذا شيء مرة كويس ومرة صعب. Very very effective, very fast service. Honestly, when I first got to know about Peruvi, I thought it was from outside. Somebody brought it in. When I realized it was a local startup and done so well, I thought it was brilliant. I understand now that they're franchising, which I think is genius, because you have to understand that if you really want to grow and compete, you have to be able to share. And with a lot of people who have a passion for someone like Peruvi as a concept, a lot of people can carry that concept, take it across, franchise it, and pretty soon you find yourself sitting on a 300, inshallah, 400 store location, kingdom-wide, Middle East, all from a local entrepreneur, a local startup, with an amazing product. استغربت إنه الفرنشايز بيروفي مش فرنشايز جاء من برا. يعني براند اتبنى كله في السعودية كامل، من الأكل، من الديكور، يعني كله بيدي سعودية. أنا دكتور هاني مرشد من المربع الأخضر، متخصص في الجودة والسلامة الغذائية. التعاون اللي بيننا وبين بيروفي حقيقة بيتبع ثلاث أنظمة: نظام الهاسب، نظام السلامة الغذائية المتكامل، وكذلك بيتعاملوا بطريقة البيست كنترول عندهم. حقيقة الدجاج اللي بيستخدموه، الصوص اللي بيتكون عندهم، بيحافظوا على الصراحة من أجود الأشياء اللي بيسووها. وغير كذا ما شاء الله تبارك الله عليهم، يعني ما بياخذوا إلا أفضل شيء. الحقيقة ممتاز، طعمه جدا غريب جديد، ما نقدر نستغني عنه. هذه يعني وجبة زي ما نقول مقدسة، فلا بد منها اتليست مرتين بالأسبوع من الآخر يعني.